السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة المقهى الرياضي. نلتقي معكم مجددا في حصيلة بطولات دوري المقهى الرياضي في فانتازي الدوري الإنجليزي ومع حصاد الجولة 17. كما عودناكم دائما نبدأ بترتيب الدوري الكلاسيكي ثم ترتيب دوري الهيد تو هيد، كذلك نسبق كل ذلك بأفضل تشكيلة في الجولة، بعدها نعطيكم نتائج وترتيب الوسام الذهبي. لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد الفاصل. نبدأ أولا مع أفضل تشكيلة في الجولة 17 والتي كانت من نصيب صالح العجلان برصيد 93 نقطة، وكانت نتائجه كالتالي: مارتينيز 3 نقاط، ماري 6 نقاط، ألكسندر أرنولد نقطتين، سايز 7 نقاط، بارنس نقطتين، سون القائد ب 26 نقطة، سوساك 11 نقطة، فرنانديز 10 نقاط، لاكازيت 12 نقطة، كين 12 نقطة، وكالفرت لوين بنقطتين. ترتيب الدوري الكلاسيكي بعد الجولة 17 أصبح على النحو التالي: المرتبة الأولى شفيغست جيدبن من المغرب ب 1067 نقطة، المرتبة الثانية أنمار صالح من العراق ب 1062 نقطة، المرتبة الثالثة مصطفى خليل من مصر 1057 نقطة، المرتبة الرابعة أدبيب أسامة من المغرب 1049 نقطة، المرتبة الخامسة عبد المنعم صدقة من مصر 1042 نقطة، المرتبة السادسة طه الزريدي من المغرب 1036 نقطة، المرتبة السابعة محمود إسماعيل 1032 نقطة، المرتبة الثامنة جدو ماكس من السودان 1024 نقطة، المرتبة التاسعة أشرف عباس من الأردن 1020 نقطة، المرتبة العاشرة أمجد الدالي من مصر ب 1012 نقطة، المرتبة الحادية عشر من العراق رافد فياض ب 1010 نقاط، وبنفس الرصيد إبراهيم عزوزي من الجزائر ب 1010 نقاط، المرتبة الثالثة عشر عبد المنعم أو عبد الرحمن أوريونفيل ب 13 ب 1004 نقاط، المرتبة الرابعة عشر محمد جمل من مصر ب 1003 نقاط، بنفس الرصيد محمد صلاح 99 من مصر ب 1003 نقاط، وبنفس الرصيد كذلك جميل الأخباري من رواندا ب 1003 نقاط، المرتبة السابعة عشر أبو فراس عمر 1000 ونقطتين، المرتبة الثامنة عشر لؤي كوباب من تركيا 1000 ونقطة واحدة، المرتبة الثامنة عشر أو المرتبة التاسعة عشر ميشو السبيعي من السعودية ب 997 نقطة، والمرتبة العشرين باكتا بدر من بوتان 991 نقطة. ترتيب بطولة الهيد تو هيد بعد نهاية الجولة 17 كان على النحو التالي: أنمار صالح دائما في المرتبة الأولى ب 45 نقطة، المرتبة الثانية ميكايل بالاك 13 من الأردن ب 40 نقطة، المرتبة الثالثة لكل من علي كريم ب 39 نقطة، وبنفس الرصيد خالد بيكا من الأردن وعادل سليمان من مصر، المرتبة السادسة لمحمد شعبان من ليبيا 37 نقطة، المرتبة السابعة عثمان الغيلاني من عمان ب 36 نقطة، وبنفس الرصيد أشرف عباس كي من الأردن، كيرو جاكوب من مصر، وكرار بايرن من العراق. المركز الحادي عشر ماهر الكلبوسي من تونس ب 34 نقطة، المرتبة الثانية عشر
لرافد فياض 2 من العراق ب 33 نقطة، وبنفس الرصيد كل من وسام محمد من مصر، أمير عراس من الجزائر، خلدون الأغبري من اليمن، علي أسامة من مصر، زياد ديزاد ألجي من الجزائر، محمد هوبا من مصر، وحسام السميري من تونس. في المرتبة 20 شفيقس تقيلبن من المغرب ب 30 نقطة. والآن مع مسابقة الوسام الذهبي وأوسمة شهر ديسمبر، مصطفى خليل حصل على الوسام الذهبي بسبع نقاط من مصر، حسام وائل كذلك من مصر بخمس نقاط في المرتبة الثانية، والمرتبة الثالثة أبو فراس عمر من اليمن بثلاث نقاط. بينما أوسمة الجولة السابعة عشر كانت على النحو التالي: المرتبة الأولى صلاح العجلان بثلاث نقاط، المرتبة الثانية زياد قرفي من الجزائر بنقطتين، والمرتبة الثالثة جواد من سوريا بنقطة واحدة. وعلى ضوء هذه النتائج يصبح ترتيب الوسام الذهبي العام على الشكل التالي: المرتبة الأولى دائما أدبيب أسامة من المغرب ب11 نقطة، المرتبة الثانية ميشو السبيعي من السعودية ب10 نقاط، المرتبة الثالثة مصطفى خليل ب10 نقاط من مصر، المرتبة الرابعة من السعودية تشابي ألونسو ب8 نقاط، المرتبة الرابعة حسان عبد الناصر ب8 نقاط، المرتبة السادسة طه زريدي ب7 نقاط، وبنفس الرصيد لؤي كباب من تركيا وحسام وائل من مصر، المرتبة التاسعة يزيد البليدي من الجزائر ب6 نقاط، وبنفس الرصيد عبد المنعم صدقة كذلك ب6 نقاط. المرتبة الحادية عشر لقصي غسان من الأردن ب4 نقاط، المرتبة الثانية عشر ميدو كيكارز من الجزائر ب3 نقاط، وبنفس الرصيد بودراع شارف من الجزائر، عصام بوحبيلة من الجزائر، مولر 8-2 من تركيا، شفيقس تقيلبن من المغرب، يوس بن من الجزائر، مصطفى خليل من مصر، بغتا بدر من بوتان، وعمار عطيوي من السويد. إلى هنا ينتهي لقائي معكم أحبتي، أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في قادم المواعيد، إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.